الهيئة الوطنية للانتخابات تمدد التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى 10 مساء، وتؤكد أنها ستطبق الغرامة المالية على المتخلفين عن التصويت. تزايد الإقبال على اللجان الانتخابية قبيل إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية. إسماعيل، متابعة سير الرئاسية في يوم بانوراما النيل، ساعة إخبارية شاملة. أهلا بكم، البداية مع الانتخابات الرئاسية، ولكن بعد هذا الفاصل. بكم من جديد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية. كبيرة للغاية رغبة منهم في الإدلاء أن تمكينه من التصويت. من الرئاسية إقبالا كثيفا من الاقتراع الكبير والمرضى والحالة التي أطلقنا الزغاري في المسلحة عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. شريف أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة القانون والتي تنص على أنه عاقب تخلف بغير عذر بصوته في الانتخابات. أمر قانون، أمر لم الهيئة نص عليه في القانون وموجود في القانون، شأن أي نص قانوني. كل من تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات يعاقب بالغرامة التي تصل إلى 500 جنيه. هذا الأمر في القانون وليس لكنه لجميع الانتخابات، سواء الانتخابات الرئاسية أو انتخابات المحليات أو انتخابات مجلس النواب أو
محمود الشقا والتقدير لأبناء الوطن الذين أثبتوا أن المصريين لديهم غير مصير متجاهلين. منذ وما زال غير مبالين وغير مستمعين والحاقدين على هذا الوطن. وللمزيد من المتابعة حول سير العملية الانتخابية حتى الآن ينضم إلينا شبكة مراسلي قناة النيل للأخبار في العديد من لجان الانتخابية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، وتحديدا معي مراسل النيل أحمد أبو الحسن من أسيوط، وبسنت أكرم من قنا، وأشرف مبارك من الشرقية. أبدأ معك أحمد مباشرة من أسيوط، ويعني ماذا عن الأجواء الانتخابية لديك حتى الآن، وهل لك أن ترصد لنا ردود الأفعال خاصة بعد القرار الذي صدر من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بتمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى 10 مساء؟ زميلتي أمل، بعد التحية، بالفعل هذا القرار بمد الانتخابات الرئاسية ساعة زيادة بعد حتى يتم غلق الصناديق في تمام الساعة 10 إن شاء الله. بالتأكيد القرار جاء في الوقت المناسب، لأن كما الزميل رضا معنا تصف لنا حال المواطن المصري هنا في محافظة أسيوط، حيث الإقبال ما زال مستمر، منذ بداية هذا اليوم خاصة في الفترة الصباحية، بعد ذلك بعد عودة أخرى للمسائية زايد بشكل كبير. نؤكد أيضا مشاركة المشاركة و كنا يقول أن ضرورة مهمة جدا، ولم تكتفي فقط بل المواطنين ايضا على الادلاء باصواتهم في يعني في الكبير كما نشاهد، وليس كلمات ولكن هذا الامر الواقع كما تشاهدونه حتى الان. نحن نتواجد في احدى اللجان الفرعية في محافظة اسيوط، ايضا لندخل داخل احدى اللجان لجان، ومعنا الان كاميرا الزميل رؤوف تصف النظام والترتيب بالمشاركه من وقوات الشرطه فقط، ولكن هنا ايضا يعني تنظيم كامل فيما يتعلق بتنظيم القضاه من حيث يتم التاكيد من بطاقه الرقم القومي ايضا، والساده الانتخابية بشكل موفق تماما. المشاركة واضحة تماما، وربما يكون القرار جاء في الوقت المناسب حتى يتمكن بعض الذين لم يتمكنوا خلال الفترة الإدلاء بأصواتهم. نؤكد أيضا ونقول أن العملية الانتخابية هنا تتم في محافظة أسيوط بشكل منظم مرتب تماما، بالتعاون مع الشرطة والجهات المختلفة. هذه اللحظات يتم كما نعلم فرعية داخل تأمين وتنظيم ليس فقط داخل اللجان الانتخابية، ولكن على اللي
مع يعني مع الناخبين نجد فيهم الإصرار على الانتخابية رغبة منهم في الاستقرار، رغبة منهم أيضا في يعني التأكيد إذا بعد السيدات نحن السيدات لا رغبنا الحديث أمام الكاميرات، ولكن الصورة توضح تماما المشهد كما هو الآن. محمد أبو الحسن، نتابع الأجواء الانتخابية كافة محافظات جمهورية مصر العربية ومن أسيوط، ما زلنا في صعيد مصر وننتقل إلى محافظة قنا والزميلة مراسلة النيل بسنت أكرم. بسنت، هل لك أن ترصدي لنا ردود أفعال المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، خاصة بعد قرار تمديد الهيئة الوطنية للانتخابات بتمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى 10 مساء، وأيضا ماذا عن نسب الإقبال والمشاركة حتى هذه بشكل عام؟ أمل، بالفعل المشهد تبدل تماما في خلال وهي ساعة تماما العاصمة الترابية، ومعها زادت أعداد السيدات المقبلات هذه اللجنة، الأعداد زادت بشكل يفوق طاقة اللجان من دفع هذا التكدس. طبعا اللجان مكشوفة من كل الاتجاهات، ف يعني العاصمة الترابية بتصيب البعض بالخنق، يعني هنا الجو فعلا خانق والاعداد كانت ازيد من هذا، يعني يمكن الرجال الجيش بدأوا هناك 4 حالات اختناق وايضا ضيق تنفس، وبدأ فريق الهلال الاحمر يقوم بالعمل باداء دول، لان فعلا مع يعني فكان الاعداد لكن ممكن نسأل السيدات لماذا أقبلنا في هذا الوقت؟ رحمة الله، منورين. جيتي متأخر ليه؟ السيسي عشان مصر. واحنا في صمت مش بنقول اسم، بس يعني احنا محتاجين بس نعرف هل احنا اتأخرنا علشان يعني دلوقتي فاضل تقريبا 2 ساعة. بلا عليك ليه اتاخرت؟ بقالنا 3 ايام طفلنا او عشان كده جامده جامده، بس الرساله كانت هتقفل الساعه 9، فما بس احنا عايزين البلد مروعينا يشتغلوا والمستقبل يبقى حلو، احنا مثلنا للمو هم العيال اللي طالعين. وحضرتك اتاخرتي ليه؟ ليه جيتي دلوقتي؟ لا انا امبارح انتخبت يعني، بس انا جاي معاهم. جاي معاهم. ربنا يرحمك. شكرا جدا. كما تري يا امل، يعني ليس لدي سبب لماذا هذا الاقبال، يعني منذ الساعه 9 كانت الاجواء تسير سهولة، لم أرى هذا الإقبال قط، يعني منذ الصباح العملية الانتخابية تأخذ من 40 ل 50 ثانية فقط وتمر بمنتهى السهولة يعني، ولكن كم الأعداد كمان الموجودة تحت اللجنة وأيضا خارج اللجنة تماما هي أعداد كبيرة جدا، وبالتالي ستحتاج الأمر، يعني لا أعلم هل هو يكفي ساعة زمن أم الأمر سيمتد إلى ذلك، ربما يمتد إلى ذلك، فيعني إحنا في لحظات فارقة قبل غلق أبواب الانتخاب لاختيار الرئيس لعام 2018، ولكن ربما يكون لدينا يعني ساعة زمن أو 2 ساعة، ربما أكثر ربما أقل. إذا يعني بس أنت أرجو أن تبقي معنا قليلا مباشرة، هنا تابعنا الهواء مباشرة في قنا رغم الأحوال الجوية. ننتقل من قنا إلى الشرقية ومراسل النيل إلى هناك أشرف مبارك. أشرف، يعني ماذا لديك جديد حتى الآن فيما يتعلق العامة للمشهد الانتخابي؟ مشاهدي النيل الأفضل،
يعني منذ قليل هطلت الأمطار في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وهو الأمر الذي لم يحل دون حضور المكثف من الناخبين للجان بمحافظة الشرقية. يعني سقوط بشكل كبير على الانتخابية سواء للرجال بشكل كبير، ويعني هل في هنا التصويت داخل محافظة الشرقية، الكتلة التصويتية الأبرز متواجدة داخل الريف باعتبار أن محافظة الشرقية محافظة ريفية. معي الآن على الهواء مباشرة لجان يعني نستطيع آرائهم بشكل عام ونظرا الفترة الإخبارية. أولا أتعرف يعني انا جايبه اولادي عشان حد رئيس السيسي لازم الولاد كلهم ان هم ينزلوا يشاركوا. اشكرك، انا بس هاخد منك كلمه، بتحب مصر؟ جدا. قد ايه؟ قد الدنيا دي كلها. عشان كده جيتي مع ماما؟ اه. ممكن تقول يعني دي اصغر ناخبه في مصر، يعني كل الاطفال حطوا على دوم الحبر الفسفوري. طيب مهدي السعيد، كلمنا عن المشاركه على النزول في العمليه الديمقراطيه، نازلين نلبي طلبات، نازلين ان احنا عاوزين الحركه الايجابيه. اهم جدا الناس معانا في هذا الاتجاه. نظرا لديك الوقت عربي دكتور احمد لبيب صحفي ومراسل، كلمنا على رصدك للجان. ده اول حاجه حضور النهارده عشان دي حق وحق وطني وواجب دستوري، وان نسبه التصويت مرتفعه جدا على مستوى المحافظات الشرقيه، تحت المركز الاول على مستوى الجمهوريه، ومقارنه مشهور اقدر تحت المركز الاول على مستوى الشرقيه، عشان نحب مصر وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. بشكرك. بتعرف بك يا كابتن؟ كابتن ابو حسن الرئيس السيسي راجل محترم طبعا، ان هو راجل بيحب مصر وكل المصريين بيحبوه. المشاركه دي بتمثلك؟ المشاركه دي بتمثل ان انا اعيش حياه كويسه، اولادي يبقوا كويسين، اولادي يشتغلوا كويس. عارف ان الرئيس السيسي وقف البلد دي على حيلها، واحلى بلد في العالم. كلمنا على مشاركتك في الانتخابات الرئاسيه. والله ده واجب وطني عن نفسي وعن ان انا ابص الاحساس الواعي لغيري. احنا هنا بنرد على كل قوى الشر وبنقول يمكن ان تتاثر باي قوى وبالفعل مصر مع السيسي قد كل التحديات اللي بتواجهها. بشكر حضرتك نظرا لضيق الوقت ونظرا لضيق الفتره الاخباريه، يعني هؤلاء الاطفال ايضا جاؤوا لي. يعني انا بعتذر على التاخير، يعني الاطفال لهم حق الظهور في وسائل ان هم يرفعوا علم مصر، وهذه صوره جميله يعني يتمنى ان يراها جميع المصريين حتى يكونوا قدوه لهؤلاء الاطفال الذين جاءوا حاملين اعلام مصر والمشاركه في هذا العرس الديمقراطي الكبير. الى الزملاء في الاستوديو. اشكرك بالفعل اشرف مبارك من الشرقيه، وبالفعل هي صوره معبره للغايه لمشاركه الاسره المصريه رجالا ونساء و
وأطفالا أيضا معبرين عن مدى انتمائهم ورسالة قوية جدا في حب مصر. أشكرك جزيل الشكر أشرف مبارك من الشرقية وأحمد أبو الحسن من أسيوط ومن قنا الزميلة بسنت أكرم. وما زلنا نتابع معكم عبر شبكة مراسلي قناة النيل للأخبار على مدار سير العملية الانتخابية وتصويت المصريين في محافظة مصر المختلفة إلى السويد من أبدأ معك طيب من السويس، وهل لديك جديد الآن فيما يتعلق بسير الانتخابية؟ حياتي لك يا أمل مشاهدي قناة النيل الأخبار. ما زال النيل ترصد آخر الانتخابية للانتخابات، يعني آخر إحصائية جت لنا يعني أعداد المشاهدين وصلت الى 2000 صوت، واليوم هو اليوم الاخير، ربما تدريجيا من الناخبين من اقبال الناخبين. وبالفعل هناك حال من النشاط بدات تظهر من الانتخابات الرئاسيه، يعني معي مباشره نانسي نصير وهي عضو مجلس النواب في محافظة السويس، نستطلع منها حول آرائها حول المشهد الانتخابي الموجود في المحافظة ومدى نسبة الإقبال وكيف شارك أهل السويس في العملية الانتخابية. برحب بك يا فندم على شاشة نيل الأخبار. أهلا بك حضرتك. طيب حضرتك قلنا بقى النهاردة حضرتك يعني الأماكن واللجان حضرتك تفقدتيها على مدار الثلاث أيام، ويعني نسبة المشاركة كانت عاملة إزاي والفئات العمرية اللي شاركت في الانتخابات واكبر المراكز اللي كانت عليها اقبال؟ والله احنا خلال الثلاث ايام كنا بيتم جولات وبنمر على اللجان، بنتفقد الاول العمليه الانتخابيه مسارها ماشي في الطريق السليم، اذا كان في اي مشاكل بتعوق الناخبين او اي مشاكل موجوده داخل اللجان بتعوق العمليه الانتخابيه بشكل عام، لكن الحمد لله العمليه كانت ماشيه بشكل يسير جدا، ادارتها كانت جيده جدا بل يمكن اقول رائعه، كان في مساعده لجميع الناخبين، كان في شباب الرياضه قايمه بدور كويس جدا انها كانت بتساعد الناخبين في انهم يعرفوا مكان لجنتهم وارشادهم معرفتهم للتعليمات، فكانت حاجه فعلا الواحد سعيد ان العمليه الانتخابيه حصل فيها بانها قامت بدور فعال جدا في عملية انتخابية. بالنسبة للإقبال ومرور على اللجان، كان في إقبال في اليوم الأول والثاني، لكن حصل تزايد شديد في اليوم الثالث. من بداية اليوم في إقبال في منطقة الجناين والقطاع الريفي اللي عندنا في السويس، في إقبال شديد جدا عليه، في كمان في منطقة الأربعين في السويس، كل اللجان حصل فيها إقبال شديد، يمكن بتتراوح من لجنة الأخرى، لكن بوجه عام في إقبال أزيد من اليوم الأول والثاني. وبرضو بعد ما مشيت من الجناية، أنا كنت في منطقة الجناية في فترة تليفونات ومع ناسنا هناك، قالوا لي ان بالعكس حصل تزايد اكتر كمان مما كنت فيه الصباح، واعتقد ان ده واضح وده مش موجود عندنا في السويس بس، بيضايقني ان هي الانتخابات مدت ساعه زياده، وانا طبعا صعبان عليا القضاء والعاملين على العمليه الانتخابيه لان هم قاعدين بقالهم ثلاث ايام وكانوا خلاص يعني المفروض خلصت، لكن هم بكل صدر رحب وحقيقي بدون تضرر كلهم قالوا ما فيش مشكله، بس المهم ان خلاص ما دام في ناس جايين احنا ما عندناش اي مشكله، المهم العمليه الانتخابيه تتم بشكل سليم او مجدي وتطلع صورتنا بشكل ايجابي ويسعد بيه الجميع ان شاء الله. طيب بالنسبه يا فندم لموضوع لاحظناه كلنا وهو موضوع المغتربين، ده يمكن شويه كان حد كان بيجي يسال على اسمه على في اللجنه يقول لك لا المغتربين مش موجودين، فطبعا يعني هم بيمثلوا 13000 صوت تقريبا او 13000 عضو موجودين في محافظه السويس، ده نقدر يعني نحتوي الموضوع ده ازاي؟
انا هقول لك ان دي يمكن الحاجه السلبيه الوحيده اللي لاحظناها هنا في السويس او يعني واجهتنا، وهي موضوع الوافدين. احنا كان المفروض ان الوافدين ده حسب المخطط او اللي احنا كنا متخيلين انه هيتم، انها هتبقى لجنه واحده فقط هي للوافدين، مش هيتم تقسيمهم على ثلاث لجان. دي خلت ان في صعوبه من العماله اللي في الشركات بتنزل بقت تدور هم في اني لجنه فيهم لانهم متقسمين على ثلاثه. هنا حصل شويه لخبطه خصوصا في اول وثاني يوم لغايه لما قدروا يعرفوا فين لجنتهم. الجزئيه الثانيه اللي هم المغتربين، في ناس ما لحقتش تسجل. على فكره احنا بيتم الاعلان من هيئه الانتخابات عن طريق التلفزيون او الراديو، مش كل الناس على فكره بتسمع وبتتابع. لو المفروض لما نعلن لهم، معلش ثقافه ناس كتير او فئه كبيره جدا عندنا في الشعب المصري مش بيتابعوا، ممكن يكونوا مش ملمين. فانا شايفه ان احنا كان لازم فتره التسجيل تبقى فتره اطول، ندلع الشعب المصري شويه، معلش انا واخدينها بدلع، فهندلعهم شويه، نفتح لهم الفتره تبقى اطول علشان تسجيل كمغتربين ان هم يسجلوا خارج محافظاتهم. بجانب ان يا ريت اتمنى ان يحصل تقدم يعني افضل في المرحله الجايه، ان ممكن اي حد ينتخب من اي مكان. طيب يعني احنا قربنا خلاص على انتهاء اليوم الانتخابي، هو الثالث الانتخابات الرئاسية، في مد ساعة كمان وفي نشاط ظهر في من قبل الناخبين، هل فيها نشاط اكثر وان كل واحد لسه ما انتخبش يعني انتخابات؟ يعني اللي يخليني اقول كده، وفيها ناس واقفين بالدور وفيها اقبال شديد جدا، فعلى الاقل دي يعني نتيجة عالية يطلب صدر يطلب. احنا عندنا لجان رئيسية في الاماكن او اكتر اللجان اللي كان عليها اقبال. لا مش هقدر احكمها دلوقتي، كل فترة وكل يوم بيختلف عن الآخر، فمش هقدر أقول لك منطقة عن الثانية. يعني مرة بننزل نلاقي الجناين هي اللي عليها إقبال، مرة يعني أعتقد الجناين هيبقى فيها الأربعين عتاقة فيها برضو إقبال، مش هقدر أقول لك إيه، يعني يمكن دول أكتر ثلاث أحياء عليهم إقبال، بس هي تراوح بتتفاوت من وقت لآخر ومن لجنة لأخرى. نقدر نقول بشكل عام أهالي مدينة أهالي، هل فعلا خلاص يعني شاركوا بنسبه مرضيه في الانتخابات الرئاسيه؟ من اللي شفته النهارده اعتقد بنهايه اليوم هتبقى نسبه مرضيه، خصوصا ان احنا نقول الانتخابات دي ليها طبيعه خاصه، وهي ان النتيجه معروفه او محسومه بالنسبه للشعب المصري، فبالتالي ده بيخليهم ما فيش عندهم الاقبال الشديد ان هم ينزلوا. فبالعكس احنا كنا عارفين ان يعني في ناس كتير قوي يعني اتقال لهم وصل لهم رسائل كتيره ان خلاص ما هو النتيجه محسومه ما فيش داعي ننزل، طب انزل ليه؟ احنا بننزل دايما في حاله الخطر. لا وصل لهم الصوت بشكل افضل وقدرنا نوصل لهم ان لا يا جماعه المساله مش مساله مين هيكسب، مساله المشاركه وده دوركم الوطني، وده اللي قدرنا نشتغل عليه خلال الفتره الاخيره. فالناس نزلت وقدرت الى حد ما تفهم ان لا ده انا صوتي ضروري ان انا انزل بغض النظر مين اللي هيكسب بغض النظر عن النتيجه. فهي طبيعه الانتخابات دي بتخلي الاقبال مش شديد، لكن برغم كده اعتقد متواجد في محافظة عودة إلي الخطيب من طول ولضفت تزيد فيما في جنوب رجال القوات المسلمة. نعم إجابة السؤال الأخير، أمل أمنية، وهي منذ بداية العملية الانتخابية هذه اللحظة نرصد إجراءات أمنية مشددة من قبل القوات المسلحة وقوات الشرطة، تمركزات المقرات الأمنية للاطمئنان على
سير العملية الانتخابية. هذا بالإضافة وجودي هو ربما ليس اليوم لا بأصوات يعني هي من المواطنين او الناخبون الذين قدموا منهم يعني حضرتك حريصه انك تيجي النهارده تشكي رساله العزم ما يبقاش ينفع نسكت اكتر من كده لا على اللي بيقول على انه يبقى في البلد في حاجه بتتحسن البلد يبقى لازم نكملها وفكره ان هي احنا هنقول هي محسوم موضوع منتهي وصوتنا ملوش لازمه لا ما هو احنا مش لازم لكن نزول الناس معناه انه لا احنا اللي هنحسمها مش حد تاني بتاعتنا احنا واحنا اللي زي ما عايزين سواء اللي موجود ايا كان عجبنا او مش عاجبنا احنا اللي نقدر نغيره ناس نزلت قبل كده مره واثنين قدروا ثالث ورابع وعاشر انت جايه ومعاكي اولادك وهم ما لهمش صوت انتخابي طب حريصه ان هم يكونوا حابين قوي ان هم المايه الكبيره هي اكتر واحده كان نفسها في حاجه زي كده يعني. الحمد لله تمام. يعني قولي لي النهارده التجربه شكلها عامل ازاي؟ انا كنت فرحانه جدا بس انا طبعا ماليش صوت فان شاء الله الدوره الجايه يكون ليا صوت وانزل اشارك بصوتي بس انا نزلت عشان اشارك معاهم في فرحه وكده. طب انت حاسه ان صوتك لما تشاركي بيه ده ليه معنى؟ شايفه ان ده مفيد للوطن؟ طبعا. تمام. طب خلينا نروح. ازيك؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ ياسين. انا ياسين. عملت ايه النهارده؟ انت انتخبت؟ ايدك. دي. ماشي مبسوط ياسين؟ شكرا. يعني امل دعيني انتقل الى ربما حاله مختلفه من المواطنين من من كان لديهم حرص شديد ايضا للادلاء بصوتي النهارده اتعرف بحضرتك. ايوه حاجه سيده امي يعني النهارده يعني ربنا يديك الصحه طبعا صوتك يعني احكي لنا عن ومبسوطه جدا ان انا هنتخب ده فرض عليا من قوي 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 يعني خلينا يعني بعيدا عن احمد او من اخترتي انت شايفه المشاركه دي طبعا ضروري صوتي ضروري للبلد يندموا خسرانين هم الخسرانين ان هم ما نزلوش انتخبوا لان صوتهم بي بي بيحسن من البلد اشكرك جدا يا العفو يا حبيبي العفو ربنا يديك الصحه يعني امل هذه كانت اطلاله سريعه عن العمليه الانتخابيه هنا في محافظه جنوب سيناء وبالتحديد في مدينه شرم الشيخ وبشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه بعود اليك مره اخرى. الشكر مراسل النيل عمرو عبد العزيز مره من جنوب سيناء متابع لسير العمليه الانتخابيه حتى اللحظات وانتقل من جنوب سيناء الى القاهره شبرا هناك بس لديك حتى هذه الساعة أهلا بكم مشاهدينا ما زلت أتابع الإنتخابية من منطقة شبرا أعداد ربما أقل من الصباح حيث الأتربة الشديدة والرياح التي تهيمن على سماء مصر كما ترون يوجد أتربة هي ما جعلت المواطنين يعني لا نرى أحد يتواجد حتى الآن الأعداد قليلة جدا ولكننا في انتظار المزيد مع مد عدد الساعات ننتظر أن تهدأ هذه الرياح قليلا فيستطيع المواطن أن يأتي أما عن على وبعض المشاكل رصدنا كانت هناك حالات إهماء ولكن سيارات الإسعاف بالتعامل معها قامت بعلاج هؤلاء الذين تعرضوا لحالات الإغماء نظرا للأتربة التي تتواجد في الهواء
أيضا معنا أحد المتطوعات مروة ماهر، وهي جاءت هنا لمساعدة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم بشكل سليم. يعني مروة، لو تقول لنا إيه اللي أنت بتعمليه على مدار الثلاث أيام، وليه أنت حبيتي تتطوعي وتيجي تساعدي الناخبات؟ والله إحنا كلنا يعني حبينا نشارك في الانتخابات الرئاسية 2018، وتطوعنا بتنسيق مع الشرطة، وقمنا بنحاول نساعد الناس ان هم يجدوا اللجنة الانتخابية عن طريق الاستعلام. بنتطوع كراسي للمعاقين من لجنة حقوق الانسان بقسم الشرطة، وفرنا بعض زجاجات المياه والعصير بتعاون مع الجيش والشرطة وبعض المتطوعين. بنحاول نيسر العملية الانتخابية. هل رصدتم أي مشاكل في الساعات الماضية أو في أيام؟ لا، ما فيش أي مشاكل، العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر وما فيش أي مشاكل، الحمد لله. ماذا عن التأمين؟ يعني رأينا عدد كبير من الجيش الذي جاء منذ ساعات قليلة لتأمين المكان بشكل مكثف، يعني لماذا قمتم باستدعاء هذا الكم من رجال؟ والله هو الجيش متواجد من أول لحظة، من يوم 26 من البداية، ومن قبلها بيوم كان بيأمن المدارس والشرطة كذلك، وإحنا زودنا عدد التأمين بالنسبة لأعداد الجيش والشرطة، لأن آخر ساعة انتخابية دي مهمة جدا، فإحنا يعني برضو زودنا أعداد الأساس. شكرا لك مروة ماهر، كنت معنا. يعني مشاهدينا، كما ترون تم توفير جميع سبل أو الوسائل التي تساعد المواطن على الإدلاء بصوته بشكل جيد. يعني الإسعاف والسيارات وأيضا الجيش والشرطة يتواجدون لمساعدة الناخبات. نحن هنا بمنطقة شبرا، تحديدا بمدرسة التوفيقية بنين. يوجد هنا لجنتان وهما مختصتان بالسيدات، فقط حوالي 9000 ناخبة تدلي بصوتها خلال على مدار 3 أيام. ونحن سيتم فرز اليوم في اللجنة العامة، حيث مدرسة التوفيقية هي لجنة عامة، سيتم فرز حوالي 80 صوت خلال عملية الإفراز هنا، وسنتابع معكم لنوافيكم بآخر المستجدات وبأعداد الأصوات التي جاءت وانتخبت رئيس مصر القادم. إذا يعني بسمة الشاعر، مراعاة لسوء الأحوال الجوية سأكتفي معك بهذا القدر من الأسئلة. أشكرك جزيل الشكر مراسلة أنيل بسمة الشاعر إلى شبرا، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد، وأن هناك قبلا بنسب جيدة من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء غرفة العمليات المركزية التابعة لمجلس الوزراء لمتابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية في اليوم الثالث والأخير للانتخابات بجميع محافظات الجمهورية. ويقوم شريف إسماعيل بالتواصل مع المحافظين عبر الفيديو كونفرنس للوقوف على آخر تطورات الموقف وتذليل أي معوقات، حيث لا يوجد معوقات حتى الآن سير عمل الاقتراع. فقط أول صبح القائد العام للقوات المسلحة من اللجان الانتخابية بمحافظة القليوبية للإطمئنان حالة التيسيرات المقدمة، وسمع عام شرح من أبطال القوات المسلحة عن عمليات التطورات، مشيدا بوعي الشعب المصري وبحرصه على المصري في الانتخابات الرئاسية بكافة ربوع الوطن، موجها التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة على دورهم الوطنية في إرادة المصريين ورفع الأمن الوطن واستقراره. كما تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية، حيث قام بمتابعة سير عمليات التأمين.
تفقد الوكان حرب خالد مجاور قائد الجيش اللجان الانتخابية في محافظة شمال سيناء في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، وذلك للاطمئنان على نظام العملية الانتخابية وخلوها من أي محافظة. 11 لجنة عامة 60 عدد الأشخاص ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 250,605 أصوات موزعين على مختلف اللجان الانتخابية. شهدت لجنة اقتراع الوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة إقبالا ملحوظا من الناخبين تغيير موطنهم الانتخابية، في شهد مطالبين بالأصوات مؤكدين عدم درايتهم بالتعليمات السابقة. من جانبها شددت الهيئة الوطنية للانتخابات التزام القضاة مشيرة إلى أنها منحت الوافدين نحو 50 يوما لاستبدال موطنهم الانتخابية. هي مظاهرة في حب مصر، هكذا كانت الصورة في العاصمة الإدارية الجديدة. آلاف العمال قاموا بالتصويت في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين، لكن عشرات الآلاف لم يتمكنوا من ذلك لأنهم لم يستبدلوا موطنهم الانتخابي. من الغربية كنت انتخب رجعونا، قالوا لي انت ما عملتش من البداية، انت رحت انتخب في بلدك. رفضوا انتخب عشان ما غيرتش البطاقه الانتخابيه. من الفاشن من بني سويف، وجيت انتخب هنا فقالوا لي انت لازم تروح بلدك وتنتخب في بلدك. الهيئه الوطنيه للانتخابات بدورها اكدت التزام القضاه في لجان الوافدين بالضوابط التي وضعتها. ليه حق التصويت هنا في لجنه الوافدين في العاصمه الاداريه الجديده اللي غير الموطن الانتخابي بتاعه وخد نموذج 3 اللي طالع من الهيئه الوطنيه للانتخابات، غير كده ملوش حق التصويت، هيرجع الموطن الانتخابي المقيد في كشوف الناخبين بتاعه. وشهدت العاصمه الاداريه الجديده اقبالا ملحوظا من الناخبين على مدار ايام الانتخابات. الاجبار جيد جدا، ما فيش فيه اي مشكله يا فندم. الأعداد وشايف الناس حوالينا عاملة ازاي. العمال أكدوا حرصهم على المشاركة في الانتخابات. من المنيا وجاي انتخب عشان البلد. من كفر الشيخ وجاي انتخب عشان خاطر مصر، وبدأنا مشوار ونكمل. أنا من صهاج وشغال في المنصورة واحد وجاي انتخب عشان خاطر بلدنا عشان خاطر مصر. من بني سويف وجاي انتخب عشان مصر وعشاني. أنا من المنصورة جاي عشان انتخب علشان أحدد مستقبل مصر. أنا من الغرداء وجاي انتخب عشان مصر. من الفيوم جاي أشارك وأقول صوتي وأبذل صوتي في انتخابات وطني، ولازم كلنا نقف جنب الوطن. أنا من نجي حماد وجاي انتخب عشان خاطر بلدي. من الأقصر جاي انتخب في العاصمة الإدارية عشان خاطر بلدنا. مهم قوي صوتي. وتم تجهيز لجنتين بحي الوزارات تيسيرا على 10,000 عامل كانوا قد غيروا موطنهم الانتخابي. الرزق جاء آلاف العمال إلى هنا للمشاركة في بناء المستقبل، لكنهم لم ينسوا حقهم في اختيار الرئيس، حق يؤسس في بناء مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم ولمصر الحبيبة. من مدينة المستقبل، من قلب الطموح، من العاصمة الإدارية الجديدة، النيل. أكد وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي في تصريحات خاصة لقناة نيل الأخبار، أكد على انتظام سير العملية الانتخابية في يومها الثالث دون أي معوقات أو مشاكل. وأشار الجندي لأنه أجرى عددا من الاتصالات بالمحافظين لمتابعة عملية التصويت في المراكز والمدن والقرى، مشيدا بدور القضاة في انتظام سير الانتخابات وفتح اللجان في مواعيدها رغم الأمطار وسوء الأحوال الجوية. احنا الحقيقه عندنا غرفه عمليات في محليه بنتابع فيها بها كافه المحافظات والاقسام والمراكز لمستوى اللجنه الفرعيه. فالمشهد كان من بدايه اول يوم في الانتخابات كنا حريصين ان احنا ناخد تمام. ان 9 في اول يوم كانت كل المحافظات وكل اللجان فاتحه وبتستقبل الناخبين. اول المحافظات كنا حريصين نعرف فيها المحافظات متراميه الاطراف زي الوادي الجديد وزي المطروح وزي شمال سيناء، اللي كان مفاجاه كبيره ان احنا كافه اللجان في هذه المحافظات الساعه 9 كانت مفتوحه. ده معناها ان الساده القضاه
كانوا بيتين في الواحات البحرية وفي الفرافرة وفي سيوة وفي محافظة شمال سيناء كلها. فده شكر واجب لكل دول. احنا بعد ما يعني اطمأنينا على فتح اللجان في كل يوم، اهم حاجة نتأكد ان اللجان مفتوحة في التوقيت. قام محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي بجولة تفقدية بعدد من اللجان الانتخابية بمراكز ومدن المحافظة، شملت العياط والبدرشين والحوامدية وأبو النمرس، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين. وأكد المحافظ في تصريحات خاصة لقناة النيل الأخبار على انتظام العمل بجميع اللجان في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، مشيدا بإقبال المواطنين وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية. جميع مواطني الجيزة القرى في المراكز والمدن، جميع الأحياء عندنا في المدينة، الجميع مشارك، كبار سن، سيدات مسنات، بعضهم عنده إعاقة، بعضهم رجال كبار سن مرضى، كل دول بنقدم لهم كل التسهيلات اللازمة للذهاب للإدلاء بأصواتهم. هناك النهاردة ازدياد عن الأعداد في اليوم السابق واللي قبله، أيضا الزيادة في الشباب المشارك، ودي ملحوظة مهمة جدا برضو في قرى ومراكز ومدن المحافظة والأحياء. أيضا دشنت مؤسسة الأهرام وحدة صوت الصمت قبيل الانتخابات الرئاسية بهدف التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في معرفة مقر لجانهم وإجراءات التصويت. القائمون على هذه الوحدة من الصحفيين أكدوا نجاحها في التيسير على الصم خلال أيام الانتخابات، حيث أشارت الإحصائيات على زيادة نسبة المشاركين منهم. إدماج ذوي الإعاقة السمعية في الحياة السياسية كان من أهم أهداف وحدة صوت الصمت التي دشنتها مؤسسة الأهرام الصحفية قبيل انعقاد الانتخابات الرئاسية بهدف مساعدتهم. الفكرة كلها اللي احنا اخترنا مجموعة من شباب الصم اللي هم نشطاء في المجتمع بتاع الاشخاص ذوي الاعاقة السمعية، وكمان في عدد من العاملين في مؤسسة الاهرام برضو من الصم وضعاف السمع، وابتدينا نعمل منهم وحدة ان هم يساعدوا باقي الاشخاص ذوي الاعاقة في ان هم يعرفوهم الاماكن بتاعة الانتخابات فين وازاي يقدروا يعملوا الانتخابات. عملنا فيديو عشان حطيناه على موقع الاهرام ومواقع الاهرام الالكترونيه المختلفه، ان هو الاشخاص ذوي الاعاقه يعرفوا ايه هي الاجراءات. الدعم المقدم للصم وضعاف السمع ظهر جليا خلال ايام التصويت، حيث اظهرت الاحصائيات الرقميه استقبال اعداد كبيره للاستفسار عن اماكن لجانهم الانتخابيه، بالاضافه الى زياده اعدادهم في المشاركه في الانتخابات. فرحان قوي ان ده يعني حاجه جديده لسه بيعملوها، ان الاول كان بيبقى صعب ان الاصم يبقى ماشي في الشارع يفضل يسال الانتخابات هتبقى ماشيه ازاي كده، لكن دلوقتي النظام الجديد اللي اتعمل ان هو يتكلم عن طريق ال 3G ويشارك بقى، دي حاجه جديده قوي. مبسوط وبيشكر قوي جاره الاهرام ان هي ساعدتهم ودعمتهم في الموضوع ده. مبسوط قوي قوي ان هو الاول كان صعب، او من 4 سنين كده كانت الانتخابات بالنسبه للصم صعبه جدا، انما في عام 2018 الاقتراح او اللي احنا بنعمله دلوقتي الهدف ان الصم يشاركوا في الانتخابات يبقى كانه زيه زي المساواه بين العادي. الصم بقى مفهمين دلوقتي لان في دعم الموضوع اللي هي بقى زياده في المشاركه، لان في تواصل 80,000 دلوقتي و 18,000 شاركوا دلوقتي، فدلوقتي بيزيدوا كمان، في يعني وصلوا 860 النهارده في اليوم بس عملت 860، ولسه احنا بص الساعه كام لسه في مشاركه تاني بيكلمهم عن طريق 3G. المتابعون اكدوا ان ما يقدمه دعم للصم والسمع هو عمل تثقيفي وحوز، حيث استجاب وزارة الجمهورية نحو 9 ملايين أصم على أقل تقدير. وختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. الهيئة الوطنية للانتخابات تمدد التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى 10 مساء، وتؤكد أنها ستطبق الغرامة المالية على المتخلفين عن التصويت. تزايد الإقبال على اللجان الانتخابية قبيل إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.
إسماعيل يتفقد غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية في يومها الثالث والأخير. متابعتنا الإخبارية تتواصل مع حضراتكم على شاشة للأخبار. ألقاكم بعد هذا الفاصل وموجز جديد لأهم وآخر الأنباء.